Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Didi Amirullo. Kepada Bapak Didi Amirullo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara gebyar seni perpisahan kelas 6 SD Kanegaran 1 berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah dalam syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali washabihi wa Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النور ذاتي وسر صرفي سائر الأسماء وصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما أسبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.